معنا عبر الهاتف دكتور سمير البيات، المشرف على نقل التقنية والابتكار وريادة الأعمال. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. حياك الله ومساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. يعني بداية أحب أبارك لك حصولكم على هذه المرتبة السابعة، وصلتوا أنكم تكونوا ما شاء الله أحسن من جامعة هارفرد وجون هوبكنز ومعهد كاليفورنيا. شكرا جزيلا، والحقيقة الفرحة كبيرة، ويعني الكل أكيد فرحان، ونهدي الفرح هذا للوطن يعني. أكيد صحيح. الدعم السخي اللي تحصل الجامعة خلال الأعوام السابقة، يعني منذ إنشاءها الحقيقة كان دعم كبير جدا، والحمد لله تم ترجمة هذا الدعم إلى أشياء يفتخر بها المواطن. جميل. طبعا دكتور سمير لو تقول لي كمان ايش هي الآليات او المعايير اللي تم ترشيحكم بناء عليها؟ الحقيقة احنا زي ما انت ذكرتي بداية، جامعة الملك فهد تميزة من الناحية الأكاديمية ومن الناحية البحثية، فلذلك قررت الجامعة تضع خطة استراتيجية لمساعدة الأساتذة والطلاب الى تحويل أبحاثهم، الأفكار اللي ممكن تحول الى اشياء منتج، وتشجيعهم على تسجيل الملكيات الفكريه. فالحقيقه بدانا من عام 2006، فخلال العشر سنوات الماضيه استطعنا ان ندرب طاقم متميز متدرب على مساعده الاساتذه والطلاب كيف يكتبون يحفظون الملكيه الفكريه لهم. فبدت يعني حقيقه بدا يعني زخم كبير من تسجيل براعات الزراعة خلال الاربع او الخمس سنوات الماضيه. صراحه كنا ايضا يعني في المركز 14 مركز 15، السنه هذه الحمد لله زاد العدد. هنا الحقيقه احنا بنتكلم عن الرانكينج، هنا هو عدد البراعات الزراعة يعني بس ان براعات الزراعة تسجل في الولايات المتحده، هذا يعني ما العملية ما فيها تقييم إلى براعة الاختراع. نعم دكتور سمير البيات، شكرا لك على هذه المداخلة. طبعا كل التوفيق لجامعة الملك فهد ولجميع جامعات المملكة، بصراحة تستاهل، جامعة جدا مرموقة.